أبي كرم وجوي الحوراني. مساء الخير لارا. أبي كرم، لارا شو بتعملي؟ أنا تلميذة أوزاك، ثالث سنة فينانس، I'm a mother and Sasha's agency. أهلا وسهلا فيك، كيف معلوماتك بالأغاني؟ علمت أهلا منيحة. جوي الحوراني، جوي شو بتعملي؟ تلميذة بريمير ساينتيفيك. نعم. كيف بالأغاني منيحة؟ إيه منيحة، يعني رح تدعم الفريق. هلا قبل ما نبلش بدي أذكركم إنه من قوانين اللعبة إنكم تعرفوا اسم الأغنية مش اسم المطرب، واللي بيسبق بيسجل نقطة، وبدي أطلب منكم كل فريق ينقي على السريع اسم لفريقه حتى كيتي تكتبهم على الأردواس. هنا بلا ما نتشاور على فكرة، هو اللي قرر. طيب شو نقيتوا على مين؟ نحن نقينا لبنان الأخضر. لبنان الأخضر، لكن كيتي رح تكتبهم على الأردواز، عندنا على الشمال لبنان الأخضر وعلى اليمين. إيه بدك تقول لك ليش نقينا؟ نحن داليدا كان على بالها شيء قايم على الإحساس. نعم. بس بما إنه نقوا لبنان الأخضر. نقوا هن، نقوا. رح ننقي نحن لبنان كل الألوان. لبنان كل الألوان. نحن نقينا لبنان الاخضر لانه عندنا بدنا من الاعلام يعطي مساحه اكبر للبيئه ببرنامج كل تلفزيون، برنامج بيئي ثابت مثل هالتوك شو السياسي، ولكن نحن بنضوي اكثر على المشاكل البيئيه، وكل جريده يكون عندها صفحه بيئيه ثابته، هيدا مطلبنا لكل الاعلام حتى يكون حقيقه عم بيساهم باصلاح البيئه بلبنان. لازم ان شاء الله يكون نداءك له اذان شعبي. لبنان الاخضر لنبلش البلايند تيست، رح ادعي على سبيل البلد. بس قبل في عنده شيء يمكن بده ياني يقول شغله. هلا يقولها. بده ياني يقول شغله بيئه او شيء. هم بما انه عم يحكي عن البرامج بدنا نحكي عن حديث البلد، بدنا نقول لهم انه على الاكيد. نعم. وبموضوعيه ومن دون زعل، كلام الناس بيقول من الاخر انه حديث البلد هو الحدث واحلى جلسه وما في مثله. بدنا الريد حلوة حلوة بس كذابة. حلو كثير. فينا نرد عليها؟ ما فينا نرد عليها؟ إلا شو بدك تقول لها؟ فينا نرد عليها؟ لو كانت عيونك مدرسة بهالدني بتعمل الناجح سعيد وأكبر غني، كان قلبي طلبك يبقى فقير وكل ما قدم فحص بدوب السنة. لازم كثير حلو. بما انه استطردنا فيه انا عم نطلب هلا اول حلقه بالسنه وكذا، انا كثير على بالي من اول ما قعدوا الست سحر واستاذ زياد وكل واحد منهم يعني بيمثل مدرسه وذوق وجيل. صحيح. وكل هالقصص وعالم يعني. نعم. مختلف، على بالي يغنوا شيء سوا. على الاكيد. على الاكيد. شو معقول تغنوا سوا؟ ليك نحن شو ما بدنا يعني نقول شيء من الفولكلور العراقي. يلا يا ويل ويلي يا بابا يا فوقنا خلف فوق يا فوقنا خلف فوق او مدري يا مع خد يا با مدري القمر فوق والله باردة مريدة باليني بالقى خلف فوق يا با فوق النخل فوق مدري لامع حد يا يابا مدري القمر
بين البان كاليسري قدك المياس يا عمري أغصين البان كاليسري انت احلى الناس نظري جل من سواك يا قمري. الله 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 الله. لنبلش بلاين تيست. رح ادعي على استوديو حديث البلد دي جي توري سي. والعاني بوجود كل المشتركين معنا. يلا ان شاء الله تكونوا بال 2013 خير عليكم. عندي نداء بال 2013 لانه عم بيجيني كثير كثير رسائل من اللي بيحضروا حديث البلد، من فانس حديث البلد، من مواطنين من بلدان عربيه، يعني من كل حتى من مغتربين. هالنداء موجه لاستاذ عباس شاهين ببرنامج ما في مثله. كلهم بدهم يعرفوا شو معنات اي سو يو جاكسس. فبليز عباس اذا فيك بس تحللنا هالانيجما هالسنه رجاء خاص على ال 2013. مش كلكم حابين تعرفوا شو معناتها؟ انا كنت مستحي، فكرت انه انا الوحيد مش فاهم. لا طلع الوطن العربي، الوطن العربي والله مستحي. قولوا لي تعرفوا ولا خلينا نبلش. عندنا خمس اغاني اوكي، واللي بيسبق هو بحقق الرقم. تركيز قوي كثير. وتوني قومي لا نرقص يا صبي، قومي لا نرقص يا صبي، بكي ايديكي بايديك، خلينا نلعب بكره، خلينا نلعب بكره، نرقص ونغني يا صبي. قومي تنرقص يا صبي. سامي كلارك وزافين كان على الاكيد سباق وحقق الرقم الاول للبنان كل الالوان. تركيز قوي كثير. يلا بعد في اربع اغاني روح. حماس قوي كثير. وتوني ماي كيبر كبير ستينج ماي كيبر. لا 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 زفان الليلة. سمير قربت لأنه كمان نايت فيفر بيجيز إذا بيشتغل بيئة هيرسوس بالأغاني. أنا كنت غني بس نحن أنا نقيت البيئة. على كل حال يعني ما كثير بتحكوا، هو الوحيد اللي قرب منكم. ما عم يسألنا عن شيء، ما حدا منكم جاوب. ما حدا منكم جاوب. انتبهوا هلا هيدي الأغنية فيها تكون فاصلة، هاي الأغنية فيها تكون فاصلة، لازم تعملوا ردة فعل عكسية. لبنان الأخضر تركيز قوي كثير، تركيز قوي كثير. يلا 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 يلا. وتوني خليني اشوفك بالليل، الليل بعد الغروب، مش عيب الملقى بالليل، الليل بيستر العيوب. خليني اشوفك بالليل. نجوى كرم، دليدا خليل هي اللي جاوبت. الهيئة البيئة عن جد بحاجة ل كل الالوان، لنصيحة اعلامية لكل الالوان، لكل الالوان انهم يدعموها، ومساحة اعلامية اكبر لانه البيئة بخطر. انتبهوا نحن كلنا لازم ندعمها. ولبنان ما بيقوم الا بكل الالوان. ابدا ابدا. شو بنربح؟ بتربحوا شاشة تقديرية ومعنوية كبيرة من حديث البلد. هيك بتكون حلقتنا لليلة من حديث البلد انتهت. قبل ما اختم بدي اشكر شباب السيتاديل وصبايا وشباب موجودين معنا الليلة، وضيوفنا لليلة كانوا أكوب فخر دوميان، المتعدد المواهب زفان كوميشان، الحلوة والكذابة والفناصة شوي دليدا خليل ودياد برجين،
دقيقة مع سمير كاب. الإبداع والفيديو كليبس مع أنجي جمال. الصوت الراقي والغناء الصوفي مع سحر طه. وصديقنا لليلة اللي فل قبل الوقت ميشيل أبو سلمان. تصبحوا على ألف خير، إن شاء الله بتكون بداية سنة جيدة ورائعة على الكل. هلا رح نختم مع ميكس لايف للدي جي توني سي.